السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة قلنا بقى نعملوا حاجة حلوة كده وخفيفة. عندنا في البيت بسكوت الأولاد مكسرينه، أو انتي بترصيه اتفرفت منك كده، ممكن نعملوه وصفة حلوة قوي. لو عندك باكو جيلي في البيت أو حبك لبن، تعالي نعملوا الوصفة الجميلة بتاعتنا الخفيفة اللي هتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا الوصفة بتاعتنا يا حبايبي. النهاردة ملهاش مقادير محددة، انا معايا لبن ومعايا سكر ومعايا جيلي ومعايا يا كاكاو يا اما النوتيلا اللي احنا كنا عاملينها، ومعايا بسكوت كان اتكسر مني كده او اتكسر من الاولاد او بواقي بسكوت موجودة عندك، ومعايا جبنة مثلثات. دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو لبن، معايا 4 معالق نشا. معلش انا نسيت اقول لكم النشا كده، 4 معالق نشا. هنحط معلقة نوتيلا معانا او معلقتين، لو ما فيش نوتيلا ممكن معلقتين كاكاو. ومعلقتين سكر او 3 على حسب ما تحبي. نقلبها جامد كده قبل ما تتحط على النار. دلوقتي بقى نحطها على النار كده. حطيناها على النار يا حبايبي، نقلبه جامد بقى لحد ما تتقل معانا والنار تكون هادية. شايفين يا حبايبي تقلت ازاي؟ شايفين تقلت ازاي معانا؟ دلوقتي هنحط قطعة زبدة صغيرة، اطفي النار عليها واقلبها. ده القوام المطلوب. كده جاهزة معانا. دلوقتي معانا صينية غلفناها بستريتش كده وحطينا ورقة زبدة عشان لما نيجي نطلعها من الصينية. ودلوقتي نفضي فيها المهلبية. وده شكلها. نستنى عليها تهدى شوية وبعد كده نرص عليها البسكوت. دلوقتي بعد ما هدت معانا شوية نبتدي نرص البسكوت كده معانا. البسكوت المتكسر عندك كله رصيه كده. النوتيلا بقى هتخلي طعمها روعة. دلوقتي بقى نعمله الطبقة التانية بتاعتنا. معانا نص كيلو لبن برضه، ومعانا 4 معالق نشا. ومعانا 3 معالق سكر. معانا طلعت 3 قطع مثلثات، جبنة مثلثات او جبنة كيري او جبنة كريمي. نبتدي نقلبهم مع بعض كده. الجبنة مع الحرارة هتسيح. يلا بينا نحط على النار. نقلب كده على طول على النار
لحد ما يتقل معانا القوام. شايفين القوام بدأ يتقل معانا ازاي؟ كده القوام تقل، نرفعه من على النار، نحط قطعة زبدة صغيرة ونقلبها كده. نحط الطبقة التانية او الطبقة التالتة، وده شكلها يا حبايبي. نسيبها تبرد شوية لحد ما نعمل الطبقة التالتة. والطبقة التالتة يا حبايبي كوباية مية، بس انا بحط نصها مغلي والنص التاني بارد عشان اعمل فيه جيلي. ونحط باكو الجيلي كده يا حبايبي ونقلب. دي الطبقة الأخيرة بتاعتنا. لو حابة تضيفي سكر ضيفي، لو مش حابة لأن الجيلي فيه سكر أنا مضيفت السكر. دلوقتي بقى هنفضيه على الصينية. أنا دلوقتي ممكن أفضي الجيلي كده على طول من غير أي حاجة، بس أنا عندي في هنا مكسرات، أي مكسرات عندك، وعندي فروتي، ده فروتي، اي حاجة حباها حطيها. دلوقتي انا هرص عين جمل. ده شكله بعد ما رصيته. دلوقتي بقى نحط الجيلي. ودلوقتي هندخلها التلاجة لمدة ساعتين او 3 ساعات، وبعد كده هنشوفه شكلها ازاي. وده شكلها يا حبايبي بعد ما عدى عليها ساعتين في التلاجة. دلوقتي بقى هنقطعها وتشوفوا شكلها. وده شكلها النهائي يا حبايبي. ايه رأيكو؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ وده الشكل النهائي يا حبايبي. شايفين؟ ادي طبقة، اتنين، تلاتة، اربعة، 4 طبقات، وبحاجات سهلة جدا موجودة في البيت. ايه رأيكو؟ ولو عجبتكم وصفتي النهاردة يا حبايبي السهلة البسيطة، ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.